مرحبا حضراتكم ولقاء جديد وسهم الخير. ومعايا النهارده جمعيه انقاذ حياه الطفل والدكتوره ايمان سلام رئيس مجلس اداره الجمعيه. اهلا بيك دكتوره ايمان. اهلا بيك. ومعايا طبعا ضيوفي الكرام احمد عمرو ووالدته لمي. اهلا بيكم. قبل ما نتكلم عن الموضوع بس انا يهمني جدا ان انا اكون حال يعني السؤال انتم ممكن تسالوه بينكم وبين نفسكم، هل جمعية إنقاذ حياة الطفل مرتبطة بس بإسكندرية ولا عندك آمال وطموحات تبقى على مستوى جمهورية مصر العربية وتنتقل لأسيوط والصعيد والقاهرة؟ كمية على الأمالك إحنا مندوبنا يعني بيوصل أي مكان بس برا الصعيد. يمكن من أحلامي إن إحنا يبقى لنا فروع في الصعيد، وهتفرق كتير بالميكانيزم ودرجة الخدمة اللي إحنا بنقدمها. تمام. نتمنى نعمل فروع في القاهره، لكن حساب البنك مفتوح، مندوبنا بيسافر وبيروح اي حته، دي ما فيهاش مشكله. طنطا، القاهره، ولو في حالات في القاهره طلبوا ان هم يعني يستنجدوا بيكوا في الفتره اللي جايه عينك على القاهره برضه بيجي. ده انا بيجي لي حالات ساعات من الاقصر، ما عندناش مشكله. ومن الصعيد ما عندناش مشكله في اي حاجه. تمام. اهم حاجه يعني احنا نقدر قد ما نقدر ان احنا ايه نلاقي دعم للحالات دي. طب احنا النهارده بنتكلم عن انقاذ حياه طفل وعندي امراض المناعيه، كمية برضو يعني قبل ما اتكلم عن الحاله اللي معايا، ايه فكره ظهور امراض نقص المناعه والامراض المناعيه دي بدات تنتشر ازاي وبدات الناس تكتشفها ازاي؟ يعني زي ما قلت لك هي كانت موجوده استاذ احمد، والتشخيص دلوقتي التحاليل اللي بتتعمل ابتدت تساعد ان لو في مشاكل تبقى واضحه وصريحه وجايه منين. الحاجه الثانيه جواز القرايب. جواز القرايب من بيعمل بيؤدي الى مشاكل كتير، وبيؤدي الى ان الاطفال تبقى معاقه وظهور مثلا امراض مناعيه زي دي. الحاجه الثالثه التفرات، دي بقى المعلومه اللي انا حتى لسه عارفاها امبارح واحنا بنحضر، ان طريقه الحياه او اللايف ستايل، انا النهارده تحت ضغط وبشتغل 24 ساعه وعندي هنا وعندي هنا وعندي هنا، الجسم حتى لو السن صغير ممكن خلاياه ما تستحملش، فيحصل طفره اللي هو زي الحزام الناري، وفي بدا يقول لك ده نقص مناعه، امراض يعني بتيجي من التوتر العصبي. احنا عندنا حاله ممكن هنناقشها بعد كده، هو فيروس دخل. تمام. فيروس عادي، ما تعرفش ايه اللي حصل. حصل خلل في المناعه، ابتدت المناعه بدل ما تهاجم الفيروس هجمت المخ، وادت الى شبه اعاقه، ولسه عايزين نشوف الدنيا ماشيه ازاي وعلاج طبيعي وجلسات كهرباء و اللايف ستايل مهم. ان احنا ايه بالراحه على نفسنا. جواز القرايب لازم يتمنع. يعني احد اسباب لازم يتمنع. احد اسباب كوارث ظهور هذه الامراض هي جواز القرايب. كوارث. تمام. وفي اي درجه بقول ايه الدرجه، ايه الدرجه الاولى والدرجه الثانيه؟ يعني مثلا اولاد العم اولاد الخاله دول يعتبر جواز قرايب؟ ابعد خالص. نبعد خالص. ابعد خالص. يعني احنا 110 مليون. طب احنا معانا النهارده احمد عمرو ووالدته الاستاذه لميا. برحب بيك يا احمد الاول. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عايز صوتك يا احمد عشان يعني بيتفرجوا علينا يسمعوك كويس. قولي بقى يا ام احمد، انت يعني الاعراض ازاي بقت تيجي لابنك؟ بداتي يعمل ايه فتحسي ان ابنك عيان؟ بص حضرتك، علي صوتك بس. دخلت بيه مستشفى حكومه. قبل ما تخش بيه مستشفى الحكومه، ايه اللي كان عنده عشان توديه المستشفى؟ هو كان بيتشنك مني. بيتشنك؟ بيتشنك مني كتير، وبعد كده صدره اتقفل. يعني ما كان بيتشنك سبتيه ولا بدات تحسي ولا رحت الدكاتره في الاول؟ لا بقيت اروح. الاول كنت بروح حكومه. بتروحي؟ بيتشنك. قالوا لك ايه بقى؟ قالوا له عنده كهرباء على المخ. كهرباء على المخ. تمام. شايف التشخيص؟ مره ادوني علاج غلط، ورحت سلمته ودوني مكانه تاني علاج صح. ما عملوش اشاعات ولا رنين مغناطيسي ولا حاجه؟ لا بعد كده بقى لما هم خلاص لما انا قلت لهم ان الولد بيجي له تشنجات على طول ادوا له العلاج. يبقى كهرباء على المخ، خدي العلاج. خدي من غير ما يعملوا اشاعات ولا اي ولا يكشفوا على ولا رسم مخ. لا 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 ولا رسم مخ. الكهرباء الزياده بتتعرف برسم المخ. طب نرجع تاني بقى. بدا يجي له تشنجات وبدا يروح ياخد علاجات. وبعدين خدت مرة علاج غلط، فما خدت علاج غلط، فبعد كده هو تعب جدا مني. جات له أزمة، صدره اتقفل خالص.
فطلعت بقى على مستشفى حكومة، قعدت حوالي 4 أيام. طلبة؟ في الطلبة. طيب. لا في الطلبة، حتى عندي الوقت ده موجود. المهم لقيته ما بيتحركش أصلا خالص خالص خالص، ولدرجة أنا عندي أخ لي أكبر قالوا لي بصي علي صوتك بس. قالوا لي هو عنده أخ أكبر. اسمه إيه؟ اسمه أدهم. أدهم. فقالوا لي خلاص يعني ده فاضل له ساعات ويتوفى وخلاص. استعوذ ربنا بقى على خلاص. انت معاكي بقى ابنك احمد وخليكي مع ادهم. واحمد ده خلاص خلاص. ف واحد ابن حلال بصراحه قال لي بص انا هديك الرقم ده زني عليه هم هينقذوا لك ابنك. زني عليه بقى اللي هو رقم مين؟ كان رقم الدكتور ايمن. هو الدكتور ايمن زني عليه. وانت محتاجه زن عشان اقولي بس بكل بصراحه؟ عيط والله ما يبطلش اصلا اي حد يتواصل معايا على الواتساب. التليفون ما صح. انا عندي صح. شغل وعندي كليه. لا واتساب لما هتفضي بس حتى فاي حد يا جماعه واتساب ساكت كده وظريف. وانا هظبط الدنيا. انا ما عنديش، مش هكذب على حضرتك، ما عنديش واتساب، ما عنديش بس اي الكلام ده على فكره من 5 سنين. فادوكي رقم تليفون قالك زني عليه. انا ما عنديش واتساب، ما عنديش، زنيتي عليه. فضلت اتصل لحد ما ردت عليا. شفتي الزن جاب نتيجه معاكي برضه. وبعدين قلت لها ابني انا عندي ابني خلاص مات، قالوا انه مات. فقالت لي خلاص انا هبعت لك ناس حالا يشوفوا ابنك ويشوفوا حالته. فالحمد لله بعتت لي اول ناس عشان يشوفوا الاول، فراحوا بلغوها. لقيتها بصراحه جابوا لي نائب. انت بعت لها ناس البيت يعني؟ لا المستشفى. مستشفى بعت لها ناس المستشفى. على فكره مش فاكره. لا 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 انا فاكره 5 6 سنين. لا لا المهم بعتت لك حد وبعدين الأثر. وبعدين بعد كده اللهم صل على رسول الله، بعتت لي نائب اللي هو اللي بيبقى تحت ايد الدكتور اسامه ياسين. قال لك ايه بقى؟ قال لك ده جاله لازم يطلع من المستشفى حالا لان هيموت. فحقيقه خدناه وصببناه وطلعناه. لا حقيقي سببناه بيتعمل هروب للام. طب ده. انا قالوا لي ان هو مرض اسمه جيليان باري تقريبا. جيليان باري. جيليان باري ولا جيليان باري؟ جيليان باري او جيليان باري يعني. او جيليان باري. طب معايا استاذه دكتوره عزه مصطفى، استاذه طب الاطفال بجامعه الاسكندريه. اهلا بيك يا دكتوره عزه. استاذه دكتوره عزه مصطفى، معلش اتاخرت. أيوة. عليك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا موجودين. ومعايا دكتوره ايمان سلام، ومعايا احمد عمرو، اللي كلهم بيتكلموا على المجهود الكبير اللي هيك قمتي بيه علشان ننقذ حياه احمد. كلميني بقى عن الكيس او الحاله بتاعت احمد وازاي تم مرض الجيليان باري عشان برضه الناس مش عارفين المسمى او المرض نفسه. بص حضرتك، هو المرض اللي هو جيليان باري سندروم ده مرض من الامراض النادره، ما هوش مرض متكرر بنشوفه كل يوم يعني. ايوه. عباره عن مرض مناعي، يعني مرض الجهاز المناعي اللي في الجسم اللي هو المفروض ان هو بيتغلب ويهاجم الاجسام الغريبه والبكتيريا والفيروسات اللي بتهاجمنا، بيبتدي يحصل فيه خلل ويهاجم الاعصاب بتاعه الجسم الانسان نفسه. ايوه. وهو في عده انواع منه يعني، وفي انواع شائعه وفي انواع نادره. الفكره فيه ايه؟ الاعراض بتاعته ايه؟ هو دايما بيجي من ايه؟ مش معروف السبب الرئيسي، لكن عاده بيعقب التهاب في الجهاز التنفسي او التهاب في الجهاز الهضمي، او ممكن نقدرها سمعتها بعد عمليه جراحيه او بعد لا قدر الله. طب دكتوره عزه مصطفى، هل عندنا احنا مشكله في تشخيص المرض؟ يبتدي بايه الانسان بيبتدي يحس بتنميل او بشكشكه كده في اصابع الاقدام واحيانا في اصابع الايدين. طب دكتوره عزه مصطفى هيك سامعاني؟ دكتوره عزه انت سامعاني؟ انا سعودي. طب يعني دكتوره عزه مصطفى، انا دلوقتي بتكلم في نقطه مهمه. هل احنا بنعاني في المستشفيات في مساله التشخيص؟ يعني هيك دلوقتي بتشرحي لي الاعراض ايه كاولياء امور او كمشاهدين؟ انا اللي يهمني الدكاتره لما بناخد الحاله نوديها لهم، هما بيقدروا يشخصوها؟ مشكله في الصوت. في مشكله في الصوت. انا بشكر الاستاذه الدكتوره عزه مصطفى، استاذ طب الاطفال بجامعه الاسكندريه. السؤال ده بنقوله لحضرتك، يعني انا دلوقتي انا كدكتور متخصص داخل بيقول لي في كذا كذا كذا، الكذا كذا ده بقى الدكاتره عارفينه عشان يعرفوا بيه المرضى واهليهم ولا ما يعرفوش؟ خلينا نرجع في التشخيص. طبعا ده حصل، كل اللي بيحصل ده اسمه عك. هو بقى لما راح المستشفى، هي بتقول لك اسامه ياسين ده ايه؟ ده مخ واعصاب. ايوه. تخصص قسطره مخ، اللي راح له النائب بتاعه، فده عنده الخبره الكامله ان يقول ايه؟ ان في حاجه كذا كذا كذا. لا خلي بالك،
اخذنا احمد دخلناه فين؟ دخلتي فين؟ مستشفى الهوم نوران. طبعا عشان وقتنا خلص طمنيني بس في النهاية. جملة احمد بقى. جرعه علاجه في التوقيت ده من 5 سنين كلفت كام؟ اكتر من 250,000 جنيه. ربع مليون جنيه. وعندي حاله معديه 350. ربنا يبارك لك. بس بيمشي. بس ده من الحمد لله. دي اهم حاجه. ده الحمد لله احمد كان زي الفل. والكلام ده من 6 سنين. من 6 سنين كان خلاص بيقولوا لنا سنه رابعه. كان بيقولوا لنا خلاص يعني اتكل على الله بقى، يعني خلاص كفايه عليكي ادهم. الحمد لله ربنا انقذ احمد وبقى بيمشي وبقى زي الفل وزي ما احنا شفناه النهارده. ده انجاز. وده انجاز واكيد بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ثم حضراتكم ودكتور ايمان والمؤسسه كلها والجمعيه كلها الخاصه، محتاجين بس مشاركات الناس معانا لان اللود كبير. اكيد اكيد اللود كبير قوي. اولا ارقام كبيره جدا، امراض كثيره جدا بنتكلم ما بين امراض خاصه بالسكر، بامراض خاصه بالمناعه، بالتهاب الصحي. ربنا يا رب يقدرنا جميعا على فعل الخير. بشكر طبعا احمد النوار النهارده والدته الحاجه لاميه، وبشكر طبعا دكتور ايمان سلام رئيس مجلس اداره جمعيه انقاذ حياه الطفل، وبشكر حضراتكم بالاساس، ونلتقي على خير باذن الله.